مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، مستمرين معكم في تغطيه احداث بطوله النخبه في الغاله. معنا في هذه اللحظات مدرب اكاديميه الغاله الكابتن عيسوي يوسف. اولا شرفتنا اليوم بحضورك وتواجدك في المباريات الافتتاحيه للبطوله. حدثنا عن انطباعك عن البطوله في انطلاقتها. والله انا بشكرك على ترحيبك. اولا البطوله الحمد لله هي احتكاك قوي لكل فرق المنطقه، والتنظيم ما شاء الله على مستوى، والاعداد تم الترتيب ليه. انا متابع مع اللجنه المنظمه من بدري، الاعداد تم على اكبر مستوى انها تطلع بصوره كويسه، وان شاء الله النهارده البدايه مبشره بالخير. يعني في كل شيء في نصابه، والمواعيد اتاخرت نوعا ما بسبب حفل الافتتاح، والنهارده كان يوم التاسيس. ده كانت بدايه كويسه، كانت يعني مناسبة جيدة ان احنا نحتفل بالمناسبتين مع بعض. كيف شاهدت المستوى الفني في المباراتين الافتتاحية اليوم للبطولة؟ والله المستوى الفني ما شاء الله رائع. يعني الفرق كانت، يعني انا عن نفسي شفتها يعني فوق ما كنت اتخيل. فما شاء الله الناحية الفنية الفرق على اعلى مستوى، وفي فكر في الملعب، واللعيبة شغالة، امكانيات فردية هايلة، شغل جماعي كويس. فالبطولة إلى الآن مباراتين ممتازين، يعني بتبشر إن هتبقى بطولة قوية إن شاء الله بإذن الله. ما هي الرسالة التي يوجهها الكوتش للاعبين الصاعدين والموهوبين المشاركين في البطولة؟ والله هو الالتزام في الملعب وتنفيذ التعليمات. والبطولة دي مسرح بالنسبة لك، أنت بتقدم نفسك لكل الناس، فهم كل واحد يجتهد ويؤدي اللي عنده، والتحلي بالروح الرياضيه دي اهم شيء في البطوله عامه. يعني نشكرك على اتاحه الفرصه ونتمنى لك. الله يعافيك، شكرا لك، واتمنى التوفيق لكل الفرق في البطوله ان شاء الله. شكرا. Audio Jungle.